عاشوراء عاشوراء صرخة الحق والحرية، جامعة كبرى ومدرسة للتضحية والفداء. عاشوراء حركة إسلامية ناصعة انطلقت على أساس أن تبقى لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تبقى في كل الأجيال صرخة بوجه الظلم والطغيان، انتصارا للحق والعدالة ودحضا للباطل. ولذا فإن الحسين عليه السلام ليس شخصا بل هو مشروع، وليس فردا بل هو منهج، وليس كلمة بل رواية. وعلى هذا الأساس من أجل وعي عاشورائي تنشأ عليه أجيالنا، تتنوع الجهود لنصرة الإمام الحسين عليه السلام. أما الآن فمع المسابقة، مسابقة يوم الشبل الحسيني، حيث ستعرض مشاهد مسرحية من واقعة الطف. متحمسين حق المسابقة؟ ما أسمع شكلكم مو متحمسين. متحمسين حق المسابقة؟ إذن الحين اسمعوا عدل، هذه هي شروط المسابقة وشلون بتكون المسابقة. بتتنافس الفرق المشاركة على طريقة الإجابة على الأسئلة الموجودة على الشاشة. بتعرض على الشاشة أسئلة وعليكم تجاوبونها بعد أن تشاهد مشهد تمثيلي من واقعة كربلاء. كل فريق له الحرية في اختيار رقم السؤال. بتعرض عليكم أرقام وانتون عليكم الحرية أنكم تختارون رقم السؤال، وسيكون الوقت المخصص للإجابة فقط 20 ثانية. إذا اجتاز الوقت 20 ثانية فالسؤال لن يحتسب عليه علامات. أما الآن مع المشهد الأول، متحمسين؟ ما أسمع. متحمسين؟ المشهد الأول، الحر بن يزيد الرياحي، الضمير الحي، الشجاع الذي اختار الجنة في صف الإمام الحسين عليه السلام. فلنبدأ هذا المشهد بصلوات على محمد وآل محمد. ما تريد يا حر؟ أتريد أن تحمل على القوم؟ يا حر، والله إن أمرك لمريب، والله ما رأيتك في موقف قط مثل شيء أراه الآن. ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة رجلا ما عدوتك، فما الذي أرى منك الآن؟ يا مهاجر ابن أوس، إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. أنت وشأنك. سيدي أبا عبد الله، إني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي، ومواسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديك، أفترى ذلك لي توبة؟ نعم، يتوب الله عليك ويغفر لك. لما وجهني عبيد الله بن زياد إليك خرجت من القصر، فنوديت من خلفي أبشر يا حر بخير، فالتفت فلم أرى أحدا، وقلت ما هذه بشارة وأنا أسير إلى الحسين وما أحدث نفسي باتباعك؟ لقد أصبت أجرا وخيرا. إذن لي ابن رسول الله في مخاطبة القوم ونصحهم. تقدم لعل الله يهديهم على يديك. أيها القوم، ألا تقبلون من الحسين خصلة من هذه الخصال التي عرضها عليكم؟ فيعافيكم الله من حربه وقتاله. يا أهل الكوفة، أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه، وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه،
أمسكتم بنفسه وأحطتم به ومنعتموه من التوجه في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيته، فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، ومنعتموه ومن معه عن ماء الفرات الجاري يشربه اليهودي والنصراني والمجوسي ويتمرغ فيه كلاب السوار وكلاب الفرات، وها هو وأهله قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه. سيدي أبا عبد الله، ذن لي في قتال القوم، فقد نصحتهم وما استجابوا. تقدم والله ناصرك. إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بلاد الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي. أيها الجند. نعم أي مولاي. تقدموا لقتال. يا حميد تقدم وانظر معي إزمات الحر أمامك. بخن بخن يا حر، أنت حر كما سميت في الدنيا والآخرة، لنعم الحر حر بني رياحي، وحر عند مختلف الرماح، ونعم الحر إذ نادى حسينا فجاد بنفسه عند الصباح. اللهم صل على عجبكم المشهد؟ طالعتونا زين؟ الحين بتجي فيه بعض الأسئلة من هذا المشهد، وأسئلة ثانية بتكون عن واقعة كربلاء عامة.